فيليب 22 أطلقنا الجراج للعالم. With that, it is my great pleasure to announce the garage. من هذاك الوقت إلى اليوم احتضن الجراج أكثر من 150 ستارت اب. الفاوندر جايين من أكثر من 50 دولة في عدة مشاريع ريادية في الذكاء الاصطناعي في كل المجالات اللي تستهدف لتحسين جودة الحياة. The garage is not a symbol. It's not an object. The garage is a way of life. صنعنا بيئة محفزة لرواد الأعمال إبداعية تساعدهم على التطوير والابتكار بطابع محلي ولكن عالمي بنفس الوقت. هذه مو بس بيئة محفزة في الجراج، هي بيئة تكاملية. وفرنا فيها لرواد الأعمال التقنيين مبرمجين، وفرنا لهم فعاليات على مدار السنة في مجال ريادة الأعمال، وفرنا لهم وصول إلى السوق ووصول إلى المستثمرين كذلك. ومثل ما أصبح ليب هو الحدث التقني الأكبر في المنطقة، أصبح الجراج اليوم هو التجمع الأكبر لرواد الأعمال التقنيين في المنطقة. كل الفعاليات الكبيرة، كل زوار في مجال الابتكار والتقنيات وريادة الأعمال يزورون الجراج ويكونوا جزء منه. الحراك الكبير اللي نشوفه في ليب سنة ورا سنة أثره ممتد إلى الجراج من خلال استقطاب رواد الأعمال من كافة أنحاء العالم عشان يكونوا هنا في الرياض. لو أنت ستارت اب مهتم بالتقنية مستثمر، زورنا في خيمة الجراج في ليب 24.